الآن سنقوم بعرض كيفية إدارة كثير من كلمات المرور المعقدة باستخدام Password Manager. تتوفر أنواع مختلفة كثيرة من تطبيق Password Manager، إلا أن النوع الذي نوصي به هو KeePass X، فهذا التطبيق يعتبر مصدراً مفتوحاً، وهو ما يعني أنه يمكن استخدامه بحرية ويمكن فحص التعليم البرمجية له لاكتشاف أي أخطاء أمنية به. ابدأ التنزيل من موقع الويب الرسمي www.keypassx.org. اختيار الإصدار الصحيح الذي يناسب نظام التشغيل، في هذه الحالة نظام التشغيل هو ويندوز. قم بفك ضغط الملفات من زيب، ومن ثم قم بتشغيل البرنامج بالنقر على keypassx.exe. يعمل keypass بإنشاء database أو قاعدة بيانات، أدرجها في قاعدة البيانات هذه، ومن ثم خزنها في entries. وهذا الإجراء من شأنه أن يسهل عليك تذكر الكلمات الرئيسية الطويلة والمعقدة، حيث كل ما ينبغي عليك تذكره هو master key أو المفتاح الرئيسي. ينبغي لك استخدام كلمة مرور قوية جدا لفتح قاعدة البيانات، وبمجرد فتحها يمكن الوصول إلى كل كلمات المرور. قم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة بالنقر على New Database أو قاعدة بيانات جديدة. أدخل كلمة مرور قوية جدا. إذا أردت فيمكنك تعزيز الأمان بإضافة كي فايل أو ملف رئيسي، وهذا يمثل شكلا من أشكال المصادقة الثنائية. ستحتاج إلى إدخال كل من كلمتا المرور والانتقال إلى ملف عشوائي معين، والذي يمكن تخزينه على نحو منفصل على وحدة USB على سبيل المثال. إذا اخترت هذا الخيار، فمن المهم للغاية أن تنشئ نسخة احتياطية من كي فايل، وإلا لن تتمكن من الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك. في هذه اللحظة ما عليك سوى استخدام خيار كلمة المرور بمفرده. أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على أوكي. هذه هي قاعدة البيانات الفارغة الخاصة بك. الآن احفظ قاعدة البيانات. بعد ذلك انتقل إلى Entries و Add New Entry، وعنونه على سبيل المثال باسم جيميل، ثم أدخل اسم المستخدم الحالي الخاص بك. بعد ذلك يمكنك إضافة كلمة المرور الحالية الخاصة بك أو النقر على جن، وسيعمل هذا الإجراء على إنشاء كلمة مرور قوية للغاية لك، والتي يمكنك استخدامها عند إنشاء كلمة مرور أو تعديلها. عندما تنتهي انقر على أوكي. إذا أردت استخدام كلمة مرور قوية على موقع ويب أو برنامج، فما عليك سوى النقر على زر الماوس الأيمن وتحديد Copy Password أو استخدام Control Plus C، ثم انتقل إلى الموقع وانقر بزر الماوس الأيمن على Paste أو Control Plus V. إذا أردت بقاء قاعدة البيانات مفتوحة ولكن مع ترك الكمبيوتر الخاص بك دون مراقبة، فانقر على القفل الأصفر. عند الرجوع سيطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك. عند الانتهاء من استخدام قاعدة البيانات انقر على Exit. لإعادة فتح قاعدة البيانات انقر على الملف وأدخل كلمة المرور الخاصة بك. بمجرد قفل قاعدة البيانات الخاصة بك وحفظ كلمة المرور في مكان آمن، يصبح الملف آمن للغاية. يمكنك إنشاء نسخ احتياطية بأمان وإرسالها من خلال طرق غير آمنة مثل البريد الإلكتروني.